توقعات شهر فبراير 2020 لبرج الدلو وبرج الحوت. اولا برج الدلو، الدلو بيجي على نفسه بشكل مرضي وعدواني نفسه. الدلو احيانا بيتغاضى عن كوارث كان من المستحيل يعديها بس فوتها عشان طيبة قلبه منعته انه ياخد موقف. الدلو محدش بيشوفه مثالي للأسف، تسامحه والتسير بيتشاف سذاجة وسطحية وضعف. الدلو اكتر حد معرض للجلطات الدموية والدماغية لانه بيكتم العتاب واللوم والزعل جواه، عشان لو نطق حرف واحد ممكن يخسر اللي قدامه، فبيسكت عشان الدنيا تهدى وهي مولعة جواه من الأساس، وده بيأثر على صحته لا إراديا. الدلو ما بيعرفش يقسى على حد، أكتر حد بيقسى على نفسه، لا بيعرف ياخد موقف ولا بيشيل، بيكتم الصفعة كويس جدا، لكن لو ردها لك بيكون في البعد بلا نهاية، هيفرقك ويمشي، والرجوع عنده هيكون من المستحيلات وقتها. الدلو راقي جدا في رد الألم ألمين، لأنه في الأصل كان راقي جدا معك في تكبير دماغه عن التصرفات الصغيرة التافهة بالنسبة لك، وبالنسبة له هو كوارث ضخمة. الدلو أسوأ صفة في الحد اللي بيسامحك باستمرار إنه هيجبرك تندم على خسارته بشكل يوجعك لما تعجز إنك تعرف تعوضه. الدلو لما بيخلص مخزون الصبر اللي عنده بيبقى انسان تاني خالص، تحس ما قابلتوش قبل كده، ده انت جايز تندم انك قابلته من كتر ما انت حولت وغيرته على ايدك من حد متسامح لشخص انتقامي. الدلو هيرجعك حد غريب هيعرف يخليك تلف حوالين نفسك لما تجرب التعامل مع غيره وتكتشف انك ضيعت كنز بمعنى الكلمة. الدلو بيسامح باستمرار، بيجي عليه وقت ويكره نفسه، لكن عمره ما هيخسر نفسه لانه عارف قيمة نفسه كويس جدا. الدلو مش حد ساذج ولا ضعيف، المتسامح حد عنده قدرة مش عندك، كمان عارف يعفو امتى، العفو عند المقدرة، ويسكت امتى وينفجر امتى، كمان عند المقدرة اللي تخليك تخنق نفسك بنفسك. خاف من الدلو جدا لانه خسارته بتوجع جدا جدا. بلاش تستهون بغفرانه الكثير، لان اللي هيندم في الاخر انت مش هو. وتعالوا نشوف توقعات برج الدلو في شهر فبراير بتقول ايه. الى برج الدلو تحضر الحكاية، حيث تترنح طارة وتظهر طارة أخرى، وفي جملتها قوة لا نهاية لها أبدا، مع ترنمات شهر فبراير البالغ بتعداد أيامه 28 يوما بتمام أو يزيد عن ذلك بقليل من الساعات كل 4 سنوات. وعلى كل فيما يلي طرح توقعات برج الدلو. بس لأول مرة بتشوف القناة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. وعجبكم الفيديو ياريت لايك وكومنت وشير لتشجيعنا على تقديم المزيد. برج الدلو ماديا، نجد أن أيام الحظ في هذا الشهر 4 و14 و22 و25. تسعى هذا الشهر للوصول لوضع مادي أفضل أو الحصول على عمل أفضل لزيادة دخلك المادي، بالرغم من وجود بعض الصعوبات التي قد تتعرض لها في بداية الشهر. تذكر بأنك تملك القدرة الكافية لإزاحة الحواجز من أمامك ولتحقيق طموحك المادي، رغم محاولة بعض المقربين الوقوف ضد خططك المادية وأعمالك الاستثمارية. عزيزي الدلو، كن حذرا وخاصة في منتصف الشهر في تعاملك مع المستجدات العملية التي تواجهك،
واستشر المختصين والمخلصين قبل اتخاذ قراراتك، وابدأ في 20 من الشهر بتنفيذ مشروعك الذي خططت له طويلا، وسيدر عليك أموالا جيدة. رقم حظك أيها الدلو 4. حظ برج الدلو المهني. قد تكون في الأسبوع الأول من الشهر أمام بعض الصعوبات الغير متوقعة والتي تقف حائلا أمام طموحك وأهدافك المهنية، سوف تتجاوزها بعد منتصف الشهر بفضل قوة إرادتك وصبرك ومساعدة أسرتك، ثم تدخل في فترة من الأعمال الهامة والمنسجمة مع طموحك وتنجح نجاحا جيدا. سوف تتبدد الغيوم التي عكرت عليك حياتك في السابق وتتخذ قرارات ناجحة على الصعيد المهني، وبتنفيذها تصل إلى أهدافك وطموحك. اليوم الأفضل للدلو السبت. برج الدلو عاطفيا. بالنسبة للعازب، إذا كنت المواليد العشرية الأولى من 23 يناير إلى 1 فبراير، تتطور صداقتك مع أحد الزملاء بالعمل إلى حب متبادل وتعيش أروع لحظات الحب، وربما تصل علاقتكما إلى الارتباط قبل نهاية الشهر. أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2-10 فبراير، قد تفقد الثقة بالحبيب والأصدقاء نتيجة موقفهم من أزمة تواجهك في منتصف الشهر، ولكنك ستخرج منها أقوى وتبدأ في الأسبوع الرابع من الشهر علاقة عاطفية جديدة فيها الحب والإخلاص. وبينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 11 إلى 19 فبراير، سوف تشعر بالرغبة بأن تتحرر من الحب الذي يسكن قلبك، وأن تنطلق لتعيش الاستقلالية والحرية بدون قيود، وربما تنجح في نهاية الشهر. توقعات برج الحوت لشهر فبراير 2020. لعل برج الحوت من أكبر الأبراج تسببا للاهتمام من جانب الأفراد الباغين التعرف على ما في هذا الشهر من مفارقات لا تعودوها أن تكون مفارقات شكلية فقط، وإنما مفارقات جوهرية بما يحمله هذا البرج من إطلالات مميزة قادرة على التغيير الفعلي لكل المتعلقات بشهر فبراير. ماديا، أيام الحظ في هذا الشهر 7 و17 و24 و28. سوف تتجاوز هذا الشهر بعض الظروف المادية السلبية يا برج الحوت، والأمور المالية المعقدة بفضل ذكائك أيها الحوت وقوة إرادتك تستطيع قلب الموازين لمصلحتك. قد تجد أمامك أيها الحوت في منتصف الشهر صفقة مغرية وأرباح كبيرة، ادرسها بمساعدة الخبراء فربما يكون فيها الخير لك، أو ربما تجد أن وراءها عملية نصب واحتيال، فالحذر الشديد مطلوب في هذه الفترة كي تسير على الطريق الصحيح متحديا كل من يقف بطريقك. وفي الأسبوع الرابع من الشهر تستلم أموالا غير متوقعة وربما تكون من إرث. رقم الحظ أيها الحوت 7. مهنيا، تواجهك في الأسبوع الأول من الشهر بعض الصعوبات المهنية وتحط بأمور تحتاج للحكمة، لا تقدم أي تنازل وكن حازما في مواقفك واستمر في توجهاتك العملية والمهنية، وسوف تنتهي مرحلة الاستسلام والضعف واللامبالاة في نهاية الأسبوع الثاني من الشهر، وتجد أنه لا شيء يمكن أن يقف حائلا أمام نجاحك وتقدمك المهني. وتبدأ في الأسبوع الثالث من الشهر بالتحرك بالاتجاه الصحيح وتحصل على منصب جديد أو مهمة جديدة تؤهلك لتنفيذ أفكارك وأراءك وتقترب من الوصول إلى هدف سعيت من أجله طويلا.
اليوم الأفضل لك الخميس. توقعات برج الحوت لشهر فبراير 2020 للعازب والمتزوج. عاطفيا، العازب إذا كنت من مواليد العشرية الأولى من 20 فبراير إلى 1 مارس، سوف تتخلى هذا الشهر عن علاقة عاطفية باتت تشارك بعدم التوافق مع الحبيب، وتبحث عن حب يشارك بالاستقرار العاطفي، وستنجح في نهاية الشهر بإقامة علاقة عاطفية جديدة تقودك للارتباط. وأما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية من 2 إلى 11 مارس، تكون هذا الشهر أمام عدة خيارات للارتباط. استمع إلى آراء الآخرين بحذر أيها الحوت، ولكن ارتبط بمن يمليه عليك عقلك ومن ثم قلبك، لأن وضعك العاطفي سيكون في أحسن حال إذا كان قرارك مدروسا بعناية. وبينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة من 12 إلى 20 مارس، سوف تبحث عن الحب الحقيقي بعد اكتشافك أن علاقتك العاطفية بدون أمل، وقد تعجب في منتصف الشهر بشخص وتصدقه، وإن أفضل وقت لإظهار حبك ومشاعرك نحوه هو في نهاية الشهر، وكن جريئا وسوف تجد أنه يبادلك نفس الشعور. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جميع الكتب، متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.